الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت منظمة أوبك أن معدل ارتفاع إنتاج العراق من النفط الخام بلغ 2000 برميل يوميا فقط في شهر آب الماضي، وأوضحت المنظمة أن ارتفاع إنتاج الدول الأعضاء من النفط بلغ نحو 618 ألف برميل يوميا خلال شهر آب، ليصل إلى 29 مليون و 651 ألف برميل يوميا بدعم زيادة الإمدادات من 10 دول. وأشارت إلى أن أقل زيادة كانت من حصة العراق، حيث زاد إنتاجه بمقدار 2000 برميل يوميا فقط ليصل إلى 4,525 ألف برميل يوميا. أعلن مصرف الرافدين إطلاق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين. وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أنه تم إطلاق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 25 مليونا بعد استكمال جميع إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات. يذكر أن ملفات الفساد المرتبطة بسلف مصرف الرافدين قد أثارت جدلا واسعا، ولا سيما المرتبطة بالتعاقد مع شركة بوابة عشتار، الذي قرأه مختصون أنه عقد أبرم لكي يلغى، وأن هدفه الربحي ليس العقد ذاته بل الشرط الجزائي البالغ 600 مليون دولار. بلغت الصادرات التركية إلى مصر مستوى قياسيا، فحققت 2,800,000,000 دولار خلال الفترة بين كانون الثاني وآب في عام 2022. ووفقا لبيانة مجلس المصدرين الأتراك، فإن الصادرات التركية إلى مصر وصلت إلى مستوى قياسي ببلوغها 2,800,000,000 دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وخلال الفترة المذكورة حققت الصادرات التركية إلى مصر نموا بنسبة 17% مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من العام الفائت، وارتفعت حصة مصر في المبيعات الخارجية التركية إلى 1.7%. قالت مصادر مطلعة إن صندوق النقد الدولي يبحث عن سبل لتوفير تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات أسعار الغذاء بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. وأوضحت المصادر أن هذه الخطة ستتيح لصندوق النقد الدولي مساعدة أوكرانيا والدول الأخرى التي تضررت بشدة من الحرب الروسية دون فرض الشروط المطلوبة في برنامج التمويل العادي، فيما لم يتضح بعد حجم التدابير ونطاقها. وتوقع صندوق النقد أن يصل التضخم إلى 6.6% في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، و 9.5% في الاقتصادات للأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ما يشكل خطرا واضحا على استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي. تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في بداية تعاملات يوم الأربعاء بفعل مخاوف من زيادة أخرى في سعر الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 92 دولارا و 79 سنتا للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 دولارا للبرميل. وكان ارتفاع معدلات التضخم الأمريكي سبباً في تبديد الآمال بإمكانية بنك الاحتياطي الفيدرالي التخفيف من الإجراءات المتعلقة بسعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة. أما الآن إلى معرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.